أصداء حلوة عم تحقق أغنية رقصونا يلا لأطلاق الفنان اللبناني جو أشقر من فترة بسيطة، وعم تتابعوها على أغاني أغاني. أغاني أغاني والزميل ألان صالح واكبوا الاحتفالية الخاصة اللي قامت جو بمناسبة طرح أغنيته، وأثناء لقائنا معه كان خبرنا عن كواليس العمل وعن الأصداء الإيجابية اللي عم يحصدها. جو رقصونا يلا غنيتك الجديدة اللي عاملة هلأ حالي بلبنان وبمصر، إذا فينا نقول قديه مبسوط فيها أول شيء؟ كتير الغنية، لأنه كتير شبهي وكتير حلوة الغنية صراحة. يعني انا لا اتحمس على غنية انا عاملها ومغنيها وشغلها بادق تفاصيل، لا اتحمس عليها معناتها اكيد غنية فيها شيء. لها من فتره كورونا معي ما كان في ظروف خارج انه تتنزل فيها الغنية، يعني انه كنا مرئين بفتره الثوره، من بعدها فتره كورونا، من بعدها فتره الانهيار الاقتصادي ومشاكل وانفجارات ومصايب. تعرف لبنان يعني الحمد لله يعني من مصيبه لمصيبه مش عم نعرف نخلص. بقى قلت انه غنية حلوة مثل هيدي كلها طاقة إيجابية وكلها إيقاع، ما فيك تنزلها بوقت العالم عايش فترة أحباط، وما في انه ما كان في جو أصلا. فنطرت لاستقرت شوي الأجواء ونزلتها بهالوقت، هيدي كان وقتها يعني. هيدا بالنسبة للأوديو، أما الكليب فكمان كان له قصته الخاصة. للشارع اللي صورنا فيه ببرج حمود بمنطقة المتن، شارع حالي فعلا كانت حالي، وقدين احنا كنا شغلين على الكليب والكاستينج والناس اللي مثلوا معي بالكليب. سكان الشارع كانوا كتير بيشبهوا الجو اللي احنا عم نصوره، فعلا كانوا كتير مهضومين، كانوا كتير كاركترز، وعشنا اكسبيرينس عن جد ميموري. اتس ا ميموري، يعني بتتذكرها بتقول شو كانت حلوه، نايس كتير تجربه بتعقد كانت. كبر دماغك انسى فك عيش وحطي حضنك جوانيش، الدنيا اصلا ما تسويش هتاخد ايه الدنيا دي، لو برد خد لحاف وكل حياتك اكل حاف، وقف اسد وياك تخاف تخاف ايه. ولاد جو كانوا موجودين ليحتفلوا معه بجديده، والان استغل الفرصه وسال بنته جويا عن رايها باغنيه بيا. قولي حبيبات قلبي هالكبيره يا غنيه ايه كتير حلوة، مبروك بابا حبيب. شوي خبرينا شوي، سمعت الغنية قبل ما تنزل ولا فاجئك فيها؟ لا سمعتها من قبل ما حمستي عليها. كتير حلوة. متابعين الجو بيعرفوا انه هو من اكتر الفنانين اللي روجوا لثقافة السهر والنايت لايف بلبنان، وكان عنده مربع الليل الخاص اللي بيقصدوه من مختلف الدول العربية والاجنبية للسهر فيه. لكن هل بيشوف الجو انه عالم السهر بلبنان بعده مثل ما كان؟ جو الليل بلبنان والسهر تغير عن قبل كان الرواد اللي كانوا يجوا لعنا كان يجي كتير سواح من برا، ويجينا ناس الدول العربية من الخليج، من مصر، الأردن، العراق، سوريا، هولي بطلوا موجودين. وعندك الناس اللي كانوا يسهروا معنا ويظهروا ويجوا ونشوفهم، أغلبيتهم سافروا من البلد. اللي بقيوا ناس ما كانوا أصلا من الرواد اللي بيجوا لعنا نحن. هايدي وان تو، اجتك أزمة الكهرباء، صارت الكهرباء تنقطع الساعة واحدة. هلأ بالصيفية اللي رجعت شوية رجلجت الأمور شوية ورجعت العالم تسهر وطول سهراتها، بتحس العالم اللي عم تظهر عم بتبلش سهراتها، صارت من الساعة 5 عن السانسيت لتوصل 12 وحدة بتحسها. بعدين الجو شوي لآخر الليل بطل مثل قبل، ما علي يعني بدي أقولها بالعربي المشبرح، الناس اللي عم يسهروا بآخر الليل ما كتير لا هن بيعرفونا ولا نحن بنعرفهم، يعني غير جو، غير ما بعرف، الجو بطل حلو بآخر السهر يعني بآخر الليل. هذا اللي كان عم يسمع عربي قبل بآخر الليل صار عم يبلش من أول الليل عربي عربي عربي، وصل لآخر الليل مستوي. والأجواء السهرات العربية اللي عم تكون بلبنان أجواء حلوة، ما بقول لك لا، بس في شيء غريب يعني، في شيء مستورد.
طريقة اللي عم تصير فيها الحفلات ونوعية الأغنيات اللي عم تتغنى مش كتير بتشبهني أنا صراحة، يعني لا هي بتشبهني ولا أنا بشبهها. خلي سنين العمر تغيب أنا وياكي ما منشيب من عينيكي قوة بجيب كل ما طلعتي فيا بدنا نعيش للمية أنا وياكي للمية وتشوفيني أحلى شاب وشوفك أجمل صبية. رغم اهتمام جو برشاقته وشكله الخارجي وتمنعه عن أكل الحلويات، ألان فاجأ بقطعة جاتو وجو رد المفاجأة بمفاجأة أكبر منها. جو بنعرف أنت قدي حدا رياضي وحدا بيحب الرياضة بيحافظ على أكله، واليوم لأنه عم نحتفل بغنيتك الجديدة وقصينا الكيك حبينا هيك نشوف إذا رح تاكل كيك ولا ما رح تاكل كيك. شو بدك ها؟ صحتين. صحتين. هيدي قد ايه بدها على تريدميل؟ بدها تحرقهم هالكرشتين. هذا بيحرق. هذا كثير. قد ايه طيب اول شيء؟ بموت. خليني اغسل ايدي. وبالعوده للاغاني والمشاريع القادمه، جو خبرنا انه عم بحضر اغنيه جديده باللهجه اللبنانيه. عندي اغنيه باللهجه اللبنانيه كتبها ولحنها نبيل خوري، حلوه رومانسيه. وعلى فكره في شيء تشبهكم، مش اغاني اكيد. ليك شو في مقطع صغير، انا تحمستوني لانه حاطين اللوجو هون. يا ويل يا ويل يا ويل منك عرفاني بسمع اغاني وبشتاق لك انا هيدي سكوب حصريا على اغاني اكيد. مبروك لجو نجاح رقصونا يلا، وان شاء الله كل ايام رقص وفن وايجابيه. صبري حلوه وبكره اكيد تروق وتركب الموجة وتسوق، ما تاخدش حاجه بنيه سوق خليك لذيذ، وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك واقفل عليه وارقص معايا عالتجاه مفرح وغير. صبري حلوه وبكره اكيد تروق.